الأخ يقول: ما الخطوات العملية لعلاج الفتور؟ لا شك أن للنفس إقبالا وإدبارا، ولا شك أن النفس كالطفل تعود على شيء فتعتاد، فتحتاج إلى كثير من العمل. وعلاج الفتور يقوم بأمور كثيرة، سأذكر شيئا مما يحضرني الآن بدون ترتيب. منها أن يذكر الإنسان نفسه أن كل شيء في الدنيا يمر، الحلو يمر والمر يمر، ولكن البقاء للعمل إن كان صالحا وإن كان غير ذلك. فيعلم أن هذه الأيام تمضي ولن تثبت ولن تبقى، وأن كل ما يكون في الدنيا سيمر، فيسعى إلى أن ينفع نفسه بالعمل الصالح الذي يبقى. فإن الإنسان إذا حمل على قبره يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، ويأتيه عمله في قبره يبشره إن كان على خير يبشره بالخير، وإن كان على غير ذلك والعياذ بالله يبشره بالسوء. فيذكر الإنسان نفسه بهذا الأمر. ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن. من أسف شديد أن الكثيرين منا صار عندهم إهمال لقراءة القرآن. القراءة أصلا فضلا عن التدبر، صار بعض الذين ينتسبون إلى طلب العلم لا يكادون يقرؤون من كتاب الله شيئا، قد يمر عليهم اليوم واليومان والثلاثة وهم لم يقرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه سبب من أسباب الفتور وضعف الهمم وضعف التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. فمن الأمور العظيمة التي تعلو بها الهمة وتجلو بها النفس وتزكى بها النفس أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، ولا سيما إذا كان ذلك بتدبر. وما أجمل أن يجعل الإنسان له وقتا من يومه، ويجعل أشرف وقته لأفضل كلام، يجعل أشرف وقته لأفضل كلام لكلام الله عز وجل، ويقسم هذا الوقت مثلا إلى قسمين، فقسم يقرأ فيه ويتلو، وقسم يكون عنده تفسير من التفاسير المعتمدة كتفسير ابن سعدي مثلا، ويقرأ فيه ما تلاه في كل يوم يجعل له من ذلك نصيبا. فهذا من أعظم ما تزكى به النفوس وتعلو به الهمم. وكذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في كتب السيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يعالج به الفتور وتعلو به الهمة. وكذلك قراءة سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن هذا مما يعالج يعني الفتور. ومن ذلك أيضا المحاسبة، بأن لا يغفل الإنسان عن نفسه وأن يحاسب نفسه ويراجع نفسه، فإن هذا مما تعالج به النفس. ومن ذلك أيضا ما قدمته قبل قليل من أن الإنسان يتخذ رفقة خيرا منه، يتخذ رفقة خيرا منه، لا يلزم أن تكون رفقته كلها خيرا منه، لكن يتخذ رفقة خيرا منه في كل شيء حتى يعلو إليهم ولا ينزل إليهم. والمعلوم أن الصاحب ساحب، والإنسان إذا اتخذ رفقة صالحة عندهم من الخير ما هو أكثر مما عنده، فإن ذلك من أسباب أن ينشط وأن تعلو همته. ولا سيما أن الصالحين يحرصون على دعوة من معهم إلى الخير وإلى الصلاح، فهذا يعني يزيده خيرا وبركة. كذلك الاستماع للمواعظ
مواعظ السلف الصالح رضوان الله عليهم، والاستماع لكلمات من عرفوا بصحة المنهج في المواعظ، والتذكير بالآخرة والتذكير بما أمام الإنسان، فإن هذا تجلى به النفوس وتزكو به النفوس. وأيضا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، لابد من مجاهدة. الذي لا يجاهد لن يصل إلى شيء، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه مع الصبر كما قدمنا. وأساس السر كله هو صدق القلب، أن يكون الإنسان صادق القلب مع الله سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله في قلبه وعلم الله من صدق التقى والإخلاص فإنه ييسر له الأمور ويجعل له المخارج ويعلمه سبحانه وتعالى. هذا بعض ما يحضرني في هذا المقام. ولا شك أنه كما نوصي دائما أن الإنسان لا يغفل عن الدعاء في جميع أموره، فهو السلاح الأعظم.